هاي الموسم الصيفي هو موسم الأعراس بامتياز يلي بتتأثر بالتقاليد والعادات الخاصة بكل بلد. العروس بروما القديمة كانت تحمل باقة من الأعشاب مثل الثوم وأكليل الجبل تحت طرحتها لطرد الأرواح الشريرة، وهالأعشاب كانت الأساس لباقات الورد يلي بتحملها العروس اليوم. بعدة حضارات كان العريس يخطف العروس بمساعدة أصحابه، وهالشي تطور مع الوقت للوصول لفكرة الشبين. هلأ ببعض الضياع بلبنان بعده العريس لليوم بيخطف العروس قبل بيوم من العرس ولو لنص ساعة. معظم الحضارات كانت تحتفل بالعروسين برش الطعام عليهم. الفرنسيين استعملوا القمح، بسيسلي نعرفوا بالخبز والملح، الإنجليز كانوا يكبوا قطعة من الكيك، البلغاريين كانوا يكبوا التين، واللبنانيين بعدهم لليوم بيرشوا رز. مين قال إنه الإيرلنديين بيربطوا دجاجة على وشك إنه تبيض بتخت الزوجة ليضمنوا الخصوبة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.